You can't discover your greatness if you still stick in your comfort zone. ما ممكن تكتشف قدر شنو انت ماهر وقوي وعظيم ومميز وانت قاعد في منطقة الراحة. I am your coach and my mission is to push you beyond your comfort zone. لازم اجي واديك شلوت كده كيك يور كده واطلعك برا الكمفورت زون تمام اطلعك برا الكمفورت زون ليه؟ لانه you can't discover your greatness if you still stick in your comfort zone. ما ممكن تكتشف قدر شنو انت ماهر وقوي وعظيم ومميز وانت قاعد في منطقة الراحة. قالت لي انا ما كنت قايل لنفسي بصبر قدر ده الا بعد ما قررت اني اجي قلت الدفعة. انا ما كنت قايل روحي بقدر اجي للمسافة دي الا بعد ما قررت اني انقص وزني. انا ما كنت قايل نفسي بقدر اشتغل الساعات الطويلة دي الا بعد ما قررت اني اعمل المليون الاول. اذا لما تطلع من منطقة الراحة هنالك ستكتشف انت قدر شنو مميز وقوي وعظيم ورائع. قوم من الكنبة. كل واحد فينا في بيتهم في كنبة وثيرة مريحة بيحب ياكل فيها ويقزقز فيها ويفتح فيها تليفون ويتفرج. قوم منها قوم منها لانه قعدت هناك كثير ما بتنجح. انا ما عندي مشكله تقعد فيها بين الحين والاخر لكن قوم من الكنبه. انا شغلي هنا اني اقومك من الكنبه. شغلي هنا اني اتعبك زي الكوتش بتاعك. يا جماعه احنا في الجيم الدوره دي زي الجيم. لو انت في الجيم ما بتعرق انت ما قاعد تلعب كويس. لو انت في الجيم ما بيجيك هارد بيتنج ونفسك بيقوم انت ما قاعد تلعب كويس. لو انت في الجيم عضلاتك ما بتوجعك انت ما بتتمرن كويس. لو انت في الجيم ما جاك تمزق ارجعك تمزق ليه؟ لانك شلت وزن اعلى من امكانيات عضلاتك. فين هيجيك تمزق؟ هنا هتبقى عندك فتنس ايموشنال فتنس. ثقتك واصرارك وعزيمتك ومثابرتك واجتهادك وسعيك وصبرك ودقتك وتركيزك والتزامك. فده الجيم بتاعنا. لازم تفهم انا ما جايبك من بيتكم عشان ترتاح. انا جايبك من بيتكم عشان اتعبك.